أول وجبة اليوم رح يكون مفن الكوسة، فأنا عندي هون كوسة بدي أبرشها. صباح الخير. سو أول وجبة اليوم رح تكون مفن الكوسة، فهون عندي كوسة صغير فرح أبرشهم. فهون عندي، بفرجيكم، عندي الكوسة، عندي بصل، وعندي هون فليفلة حرة. أنا بالعادة بحب أحط لها خضار أكتر، مثل فطر وفليفلة حلوة، وإذا عندي سبانخ كمان، بس للأسف ما عندي أي نوع من الخضار بالبراد. وكمان رح استخدم 30 جرام من الفتة تبع الشيب الخروف. فححط هون 6 بيضات، هدول لشخصين رح يكونوا، اذا انتو لشخص واحد بس حطوا الكمية تبعيتكم، 2 أو 3 حسب انتو شو بتحبوا او الكمية اللي بتشبعكم يعني. خليني ظبط الكاميرا هيك. بتعرفوا رح خليهم 5 بيضات لاني مني كتير حاسة بالجوع اليوم. وبهالمرحلة رح احط ملح. رح احط بهار اسود. رح احط all seasoning purposes أو بهارات مشكلة. وهلأ رح زيد الكوسة والبصل. الفليفلة الحرة. اوكي هلا جبت الميزان مشان زين الجبنة. اوكي صارت 0. هي طبعا انتو فيكم تقدروا تقدير لانه الجبنة ما رح تطلعكم من الكيتوسيس، بس لانه عم نعمل كيتو كلاسيكي بدنا ننتبه على الانتيك تبع الجبنة. فأنا بدي 30 جرام، هيدي 52. اوكي فهلا بس بعملها هيك. طبعا ال 30 جرام انا عم بحكي لشخص واحد، فانتو اذا عم تعملوا لاكثر من شخص او في اكثر من حدا رح ياكل معكم، فممكن تزيدوا نسبه الجبنه شوي، بس انا هدول رح يكفوا. اوكي وهلا بنخلط كل شيء سوا. اوكي هلا رح احط زيت زيتون بقلب هون مشان ما يلزقوا.
هلا صار وقت الوجبة الرئيسية. فاليوم على العشاء بدي اعمل هدول الباتيز تبعول التونة. ححط لكم اللينك للوصفة اللي سويتها اول مرة. هون بس حاطة فليفلة، حاطة اللي حاطة بصلة، حاطة شوي من نص كوب من دقيق اللوز، ملعقة من لسان الحمل، وبيضتين. فهلا بدي اقليهم. رح احط ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند هون لان بتعطيها كتير طعمة طيبة. انا مستغربة انه الطعمة كيف ضابطة مع جوز الهند والتونة، كتير طعمة طيبة بتطلع. هلا اللي رح اسويه اني هاخد بالمعلقة هيك وبايدي رح كورها. تعملوها بالطريقة اللي بتحبوها، انا بحب اعملها هيك مثل الكفتة. هيدي اكلة كتير سريعة وطيبة ولذيذة كتير. بس بدي اقولكم على شغلة، انا امبارح شفتوني سويت خبز. وصفة الخبز هيدي انا ما اكلت منها لان طبعا انا عم حاول قد ما فيي خلال شهر التنظيف انه قلل اكل المكسرات لمرتين بالاسبوع مش اكتر. وبالعادة ما باكل هيك مكسرات يعني عادية، بحطها بالاكل مع الخبز مع اي اكلة عم ساويها. فبس قلت بدي قلكم مشان اللي ساوى خبز ما يرجع ياكل هيك اكلة، او مثلا ممكن ساوى الخبز وهي وبس مش اكتر من مرتين بالاسبوع، والا ممكن يعملكم ثبات بالوزن. فانتبهوا لهي الشغلة، حاولوا تقللوا الجبنة وتكون جبنة غنم اذا بتقدروا، والمكسرات تكون لمرتين بس بالاسبوع. وعن جد صدقوا رح تحسوا بالفرق كتير بالوزن. اذا بتتبعوا هاي الطريقة اوكي حلوين. سو هذا عشاء اليوم، سلطة خضراء مع خيار والباتيز والافوكادو طبعا، وهذه اللحمة من امبارح انا ما رح اكل منها، حاكل بس من هول. اكلت صحن سلطة كبير وثلاثة من هول تونا برجر او تونا باتيز. وهلا بعد شوي بدي اخد ربع كوب من الكرز، ورح اخد قطعتين من شوكولا 85%، بس لانه طلع على بالي كتير شي حلو ومني محضرة شي كيتوني اكله. فبكرة ان شاء الله بدي احاول اتذكر اعمل شي بسكيت او كوكيز او شي وحطهم على جنب بس اذا طلع على بالي. انا بحاول ما اكل كل يوم هيك شغلات، بس الواحد اذا طلع على باله بيكون في شي كيتوني موجود احسن ما يخبص ويخربط. anyway بتمنى تكونوا قضيتوا يوم كيتو كلاسيكي جيد، وبشوفكم بكرة بفيديو جديد. باي باي.